تافه جدا. الطبطبه على مؤمن في اللحظه دي ومساندته، بالمناسبه النادي الاهلي صرف له قيمه عقده بالكامل عن الثلاث سنين، كانت المساله اجرائيا لموافقه الوزاره، بعد ما الوزاره وافقت تم صرف قيمه العقد بالكامل حتى دون مراعاه لنسب المشاركات ولا غيره، تم استثناء مؤمن من كل شيء. انا بس موضوع الكابتن مؤمن، انا عايز اقول ان الدعم الذي يلقاه الكابتن مؤمن، الدعم المعنوي، وقبليه كده الجماهير راحت له لحد بيته وكله بيعمل له الحركه بتاعته، اللعيبه كله بيعمل له الحركه بتاعته، يعني كلنا مؤمن. خلي بالك مؤمن دعية اهو، ده جابوا له التركية النهارده، ده في ده لقاء النهارده، ده التتش. كل مؤمن لما دعي الى مباراه الاهلي والزمالك الاخيره كان مقرر يتعمل له حرس شرف ومش عارف ايه وكده، ما راحش، ما كانش قادر يروح. الدعم المعنوي شوف عامل فيه ايه، ايوه اداله طاقه شكلها ايه، هو ده هو ده، لهذا نلعب الرياضه، لهذا نعشق كره القدم، لهذا نمارس كرة القدم، وليس للمكايدة والغيظ والتحفيل والحاجات الصغيرة دي. ولهذا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها.